مع انطلاق أولى الامتحانات النظرية للدورة الصيفية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل، توقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية دكتور أحمد العجلوني إعلان نتائج الامتحان قبل نهاية الشهر الحالي. وخلال تفقده قاعات الامتحان في مركز الجامعة، استمع الدكتور العجلوني لملاحظات الطلبة حول الامتحان والأسئلة والإجراءات المصاحبة لسير عملية الامتحان، كما أبدى الطلبة ارتياحهم للإجراءات دون أن تسجل أي شكاوى أو مشاكل تقنية أثناء عقد الامتحان. رصاصة طائشة تحول الفرح إلى حزن وألم لجارك أو لأقربائك في ظل استمرار الممارسات الخاطئة المتعلقة باستخدام الأسلحة كإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، كما حدث مع علي الفاعوري في محافظة المفرق قبل أسابيع. أنهيت فرضي، سلمت يميني ويسار، بدي أقوم وجاني طلق طايش، صرت أصيح كهرباء أفصلوا القواطع، ففصلوا القاطع شدوني هيك، فكرت أنه إجري تربطن، يعني تعرضت للشلل، لا حركت إجري الحمد لله، وإلا أموري تمام، تحمدت الله. فصاحوا الشباب انه في طلق طايش من برا، بالفعل انا التفت هيك والا الدم معبيني على جهه اليمين، فعرفت انه في تعرضت لاطلاق نار. كنت اشتغل وصحتي علي وهذا، يعني قلت اني انتهى موضوعي، عندي اطفال انا برقبتي عيال، يعني اصغر واحد عمره سنه وسبع شهور، صار يعني على بالي لما اجي من الشغل انا بيلاقيني وكذا وهيك بيضحك. صار في غصة عندي، قلت يعني معقولة أنا بدي أتركهم يعني بعدهم بحاجتي. بعدين صرت أتشاهد، بعدين ما بدي يعني أعرف شو صار يجيني شعور. فالحمد لله رب العالمين، الله كتب لنا عمر جديد، يعني قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله رب العالمين. أنا يعني بصحة جيدة، لكن في ألم بظهري يعني نتيجة طلق الناري. كانت مقصودة أو غير مقصودة؟ واحنا نحكي بصدد موضوع غير مقصود ولا عمد، لكن هذه أدت إلى الحاق أذى بمواطن كان في عمله وأثناء صلاته، وسببت له ألم نفسي وألم جسدي، وبالمقابل أيضا سببت لمطلق الطلقة الغير مقصود الصحيح ألم نفسي له ولعائلته. وهذا الشيء لمسناه من خلال هذه القضية. أنبه نفسي وأنبه أولادي وأنبه أخواني وأبناء أخواني ونبه كل يعني من يخصني انه شكرا، بدنا نفرح بطريقتنا بدون استلحاق الاذى بالناس. نحن اليوم مقبلين على اعلان نتائج التوجيهي، فنتمنى من اخواننا المواطنين هم يعبروا عن هذا المناسب وعن كافه مناسباتهم بصوره هادئه منظمه بدون حاجه لازعاج الاخرين، فهنالك عده طرق ممكن نعبر بها عن فرحنا، ليس من بينها اطلاق العيارات الناريه. وهذا يعني الجهود اللي بذلت في السابق نسعى جميعا للحفاظ عليها. وبعد سلسلة حوادث أليمة نتجت عن إطلاق العيارات النارية بالمناسبات، وبعد ضبط 1371 قطعة سلاح غير مرخصة منذ بداية هذا العام، فإن الأنظمة والقوانين عالجت مسألة اقتناء السلاح لتكون منضبطة وضمن أماكن معينة وتحفظ الحق في الحياة. إن كنت من هواة الرماية واقتناء الأسلحة وبلغت 21 من العمر، فستبدأ رحلتك في محل بيع الأسلحة. إشكال وأنواع عديدة ما بين البنادق والمسدسات ولوازمها من رصاص وبيت حافظ للسلاح وملابس خاصة للصيد. يحق لكل مواطن أردني فوق 21 سنة مع رقم وطني يمتلك مسدسين أو بارودتين. الإجراء بيجي بنقل القطعة سواء كانت مسدس أو بارودة، بدفع حقها، نعطيه فاتورة، بتوجه للمديرية، بقدم في معاملة الترخيص، خلال أسبوعين لثلاث أسابيع تكون أموره جاهزة، وبيحكوا معاه، بتواصلوا معاه، بيسلمون قطعة السلاح. بدورهم يرى قانونيون أن أندية الرماية مهمة بكافة مناطق المملكة، بحيث تكون الاشتراكات ضمن الأسعار المعقولة، الأمر الذي يساهم في تفريغ طاقات الشباب وانخفاض نسب الجريمة. في حال تم ضبط هذا السلاح هي العقوبة تكون حبس 3 شهور مع الغرامة 1000 دينار
أو الجمع بين العقوبتين بذات الوقت. وبذات الوقت تتوفر أماكن لهواة الرماية والتي تطبق قواعد السلامة العامة المتعلقة بهذه الرياضة للشبان والشابات وبإشراف مدربين أكفاء. ميادين للرمي بالمسدسات وميادين للرمي بالبنادق، سواء أكانت أهدافا ثابتة أم أطباقا طائرة. التركيز وضبط الأعصاب والدقة سمات يجمعها الرامي النبيل، وذلك ضمن الأماكن والقواعد المعدة للرماية، فلا ضرر ولا ضرار. رامي العيسى، رؤية. وللحديث أكثر عن قانون الأسلحة النارية والذخائر ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي محمد نصري. أستاذ محمد، أهلا بك. أهلا فيك ستي، أهلا، مساء الخير. مساء النور. أستاذ نصري، يعني هنالك اختلاط بين الحدين عن حمل السلاح واقتناء السلاح، ما هو الفرق بين رخصة الاقتناء ورخصة الحمل؟ أولا ست الكريمة، هو الفرق بين الحمل والاقتناء هما رخصتين القانون الأردني سمح بأنه أي إنسان بيقدر يتقدم طالما تجاوز 21 سنة وما عنده أي سوابق جنائية وغير مدان بجناية بأنه يتقدم بالحصول سواء على رخصة حمل أو اقتناء. لكن الفرق أنه الاقتناء، الغاية من رخصة الاقتناء أنه كل إنسان من حقه يدافع عن نفسه ويكون عنده سلاح في بيته، فهاي الإنسان بالعادة تمنح رخصة الاقتناء من خلال أنك تروح بتنقي سلاح وتروح بتقدم معاملة لدى مديرية الشرطة وبتم فحص الجهاز السلاح وأخذ البصمة، ومن ثم بتاخذ سلاحك وتاخذ رخصة الاقتناء. وهي بالعادة رخصة الاقتناء ما لها مدة، هي عندما تصدر بتضل للوفاة. يعني هي يعني تعطى لأي مواطن أردني قام بطلبها هذه الرخصة؟ إذا ما كان مدان أو محكوم بجناية وأتم 21 سنة. نعم. طب نوع السلاح، يعني سلاح أوتوماتيكي، سلاح؟ لا طبعا. نعم. لا لا، الآن إحنا بنحكي عن السلاح. بالنسبة للقانون الذخائر هو استعمل كلمة سلاح أوتوماتيكي. سلاح الأوتوماتيكي هو اختصره على قواتنا المسلحة وعلى ناس يمنح لهم الرخصة الأوتوماتيكية بحالات خاصة. نعم. لكن احنا بنحكي عن اللي هو السلاح الناري اللي هو مقصود فيه المسدس أو بندقية الصيد المقصود فيها. فهذا السلاح هو الغاية منه أنه كل إنسان من حقه يدافع عن نفسه في بيته. نعم. إذا تعرض لا سمح الله في بيته. نعم. فيمنح حمله، وإنما بيكون بالبيت. الآن في حالات معينة قال لك القانون بصير تحمله إذا كنت خارج البلديات وبأماكن مقطوعة، هي رخصة. نحن نتحدث الآن عن رخصة الاقتناء. الاقتناء نعم. نعم. بينما رخصة الحمل هي بتخول صاحبها إنه يحمل سلاح، طبعا خلينا نحكي باللغة العامية على جنبه، لكن نعم، برضو مقيدة بأنه ما بصير يحمل هذا السلاح بالمجالس، في أماكن التجمعات، في أي مكان يتجمع فيه أكثر من 10 أشخاص. نعم. حتى لو هو يحمل رخصة حمل. نعم. طيب أستاذ نصري، يعني هنالك تشديد واضح من قبل الأجهزة الأمنية المعنية بما يخص العقوبات المتعلقة بمطلقي الأعيار النارية وإعطاء الرخص للاقتناء سواء أو الحمل. هل برأيك هذه التشديدات الحالية كافية ورادعة بشكل كافي؟ وهل تعتقد أنه في ثغرات موجودة في هذه القوانين، وما هي الثغرات إن وجدت؟ هو شوفي، خلينا نكون صادقين، الآن التجديدات اللي صارت حدت من الظاهرة بشكل كبير، بحيث أنه تقريبا شبه اختفت هذه الظاهرة. خلينا يعني خلينا برضو نخصص أكثر بالمدن، اختفت تماما، لأنه القانون الآن أصبح خاصة فيما يتعلق بإطلاق الأعيار النارية. صار عندك إذا حسب المادة 330 من قانون العقوبات أنه إذا نتج عن هاي الأعيار النارية إصابة إنسان بأذى، نعم، لا تقل العقوبة عن سنة. وإذا لا سمح الله أحدثت عنده عاهة أو أحدثت عاهة عنده أو كانت امرأة حامل، فتصبح أشغال شاقة مؤقتة. طيب أستاذ نصري، هل تعتقد أنه يعني الظاهرة هذه اختفت بسبب تغليظ القوانين، أم كانت المشكلة في تطبيق القوانين بحد ذاتها؟ يعني القوانين رادعة، ولكن يعني وين كانت المشكلة؟ لا لا، المشكلة كانت لا إنه الآن القوانين، لا هي تغليظ القوانين هو كان سبب رادع في تقليل هذه الظاهرة.
طبعا نعم. بتقليلها وبالحد من هذه الظاهرة، نعم. لأنه يعني زي ما بيحكوا من أمن العقاب أساء الأدب، صحيح. فكان العقاب مش رادع، لكن الآن العقاب رادع خاصة في حال التكرار. يعني طب ما هي الثغرات، ما هي الثغرات الموجودة في القانون اللي بتخلينا لحد الآن نرى مثل هذه التصرفات يعني فردية؟ خلينا نحكي، لا هسه هي بالنتيجة هي تصرفات فردية تحمل نوع من أنواع الطيش، لأنه الإنسان يدرك وبيعلم، وكل إنسان فينا بيعلم أنه هاي الطلقة بالنتيجة لما بتطلع بالهواء بدها ترجع. نعم. وصدقا الآن الظاهرة خفت بشكل كبير. أنا برأيي قانونا لا يوجد ثغرات الآن، على العكس تماما. حتى إخواننا القضاء والقضاء الأردني شدد، بطل في تهاون بهذه القصة، حتى أنه استبدال عقوبة الحبس استبدال عقوبة الغرامة بالحبس، لأنه لأول مرة 3 أشهر، وأنت عارف 3 أشهر قابلات للاستبدال بموجب القانون. الآن بشددوا جدا، ما بيستبدلوا، فالإنسان شعر أنه في عقوبات رادعة، ما في استبدال. أنت لما الآن تدان ب3 أشهر أنت راح تنحبس الثلاث أشهر، فلا رادعة. أنا برأيي الشخصي ومن خلال مراجعتي للمحاكم وتحديدا هاي القضايا، لا العقوبات رادعة وحدت من هذه الظاهرة، الحمد لله. نعم، نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك المحامي محمد نصري، كنت ضيفنا عبر الهاتف. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير التنمية الدولية الكندي هاجرت ساغان. اللقاء بحث فرص توسيعة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات عديدة تشمل الزراعة والمياه والطاقة والتجارة والإفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل الكندي. الصفدي ثمن جهود كندا في مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات الأزمات الإقليمية، مقدرا دور كندا بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخليلي إن الوزارة ترعى باستمرار المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن طيلة العام. الخليلي أشار إلى أن عدد هذه المراكز والأندية الصيفية التابعة للوزارة بلغ أكثر من 2300 مركز. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الخليلي لمركز عائشة أم المؤمنين لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة اليدودة بالعاصمة عمان. هذا مركز يعمل على مدار العام لتعليم كتاب الله عز وجل وتعليم القرآن الكريم. ما شاء الله هناك عدة شعب في هذا المركز، في حوالي 400 قارئة ودارسة لكتاب الله عز وجل، هناك حوالي ما يعادل 47 حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى في هذا المركز. حقيقة يعني دائما وزارة الأوقاف ترعى مثل هذه المراكز وتعمل على رعايتها وتعمل على تشجيع العاملين على كتاب الله عز وجل. هذا مركز من أكثر من 2300 مركز تقريبا لتعليم القرآن الكريم وتعلمه، والنوادي الصيفية لتعليم القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حقيقة هذا المركز يعني هو من نتاج وزارة الأوقاف ومتابعتها الحثيثة ومتابعة وزير الأوقاف والتعليم الشرعي بوزارة الأوقاف. هذا المركز فيه أكثر من 30 مدرسة، ويوجد فيه أكثر من 47 حافظة لكتاب الله عز وجل. تحت عنوان آليات تفعيل المشاركة السياسية للأكاديميات والتربويات، انطلقت في جامعة العلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع مركز الحياة راصد فعاليات المؤتمر الوطني، وفي جامعة اليرموك انطلق برنامج صيف الشباب 2022 بهدف إدماج الشباب الأردني بالعملية الإصلاحية. عملية الإصلاح السياسي عنوان بارز حملته جامعتا العلوم والتكنولوجيا واليرموك. ففي العلوم والتكنولوجيا نظم وبالتعاون مع مركز الحياة راصد مؤتمر وطني حمل عنوان آليات تفعيل المشاركة السياسية للأكاديميات والتربويات. اليوم في راصد وبالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا بدأنا هذه المسيرة في تفعيل هذه الفئة من دور الأكاديميات والقيادات التربوية، على أن أمل أن يكون هناك مجموعة من النشاطات في المرحلة القادمة في مجموعة أخرى من الجامعات خلال هذا العام. المؤتمر يهدف بشكل أساسي لتفعيل دور المرأة الأكاديمية في الحياة الحزبية والسياسية.
الأكاديمية في موقعها في الجامعات أو في حتى في مختلف الميادين هي تحمل رسالة، وهذه الرسالة يجب أن توصلها بكل أمانة، خصوصا أن نحن نركز على الشباب والمشاركة السياسية، وهذه توجيهات سيدنا على أنه يكون هنالك مشاركة سياسية للشباب وللمرأة بشكل خاص. وفي جامعة اليرموك انطلق برنامج صيف الشباب 2022 بهدف إدماج الشباب الأردني بالعملية الإصلاحية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والإدارية، وأن يكون حاضناً لهذه الإصلاحات. أعتقد هذا يتطلب أن يكون في إدماج للشباب بكل هذه العملية الإصلاحية، وهذا يتطلب مزيد من الحوار وتعزيز الثقافة الديمقراطية حتى يكونوا الشباب هم ركيزة أساسية لبناء نظام ديمقراطي في مئويتنا الثانية. وقد تم عرض دورة ضمن ورشة الإصلاح الاقتصادي والسياسي مختصة في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود وأهم النماذج الناجحة في الحياة السياسية الأردنية ودور القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى فرص. بمشاركة ما يزيد عن 45 شركة عارضة وأكثر من 1000 مشارك من الشخصيات الرسمية والعامة والمهتمين في التكنولوجيا المالية من 20 دولة حول العالم، أطلقت شركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة سوفيكس فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني 2022. نحو 30 متحدثا بعضهم ممثلون عن دول كبرى قدموا عروضا تفصيلية في مجال تصميم التكنولوجيا المالية والعصر الرقمي القادم وأحدث الخدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات والمطورين والقطاعين العام والخاص في الأردن خلال رحلتهم للتحول الرقمي. الهدف الرئيسي من هذا المعرض هو توفير منصة التقاء بين على قطاع المصرفي ومزودين الخدمات الحلول الرقمية والأمنية، واللي يتسنى لهم المناقشة والاستفادة القطاع المصرفي والمالي من العصر القادم العصر الرقمي القادم، وأوجه التعاون الذي تصل في النهاية لتبادل مثالي للخدمات والخبرات وحتى صفقات البيع والشراء للخدمات والأنظمة. وسوفيكس شركة سوفيكس هي شركة خاصة بتنظيم المؤتمرات والمعارض. يوقد سمو الأمير الحسن بن طلال شعلة الدورة 30 من مهرجان الإفحيص الذي تنطلق فعالياته الليلة تحت عنوان الأردن تاريخ وحضارة بمشاركة فنانين أردنيين وعرب. للتعرف أكثر على فعاليات المهرجان ينضم إلينا من منطقة الإفحيص في العاصمة عمان مراسلنا أسامة بليبلي. أسامة أهلا بك، هل لك أن تضعنا في أجواء إطلاق الدورة 30 من مهرجان الإفحيص وما هي أبرز الفعاليات التي سيشهدها اليوم الأول؟ مساء الخير لك ليلى وللسادة المشاهدين. بالفعل يعني دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان الإفحيص بدورته 30 لهذا العام بعد انقطاع عامين نتيجة جائحة كورونا التي كانت قد سيطرت على المشهد خلال العامين الماضيين، لكن مهرجان الإفحيص عاد ليستقبل المشاركين فيه والزوار لهذه الليلة التي سيبدأ فيها المهرجان ويستمر حتى 10 أيام. هذا المهرجان سيحتوي على الكثير من الفعاليات الثقافية والغنائية وغيرها أيضا، والتي ستبدأ من إطلاق الشعلة لإعلان بداية افتتاح هذا المهرجان. يعني هنالك العديد من الفعاليات التي ستقام، وأبرز تلك الفعاليات هي الفعاليات الثقافية بالإضافة إلى الأوبرات، ومنها الأوبرا المصرية التي ستشارك في هذه الدورة وتقدم ما لديها للمشاهد الأردني وللمواطن الأردني. يمكن أن نتوجه بالحديث أيضا بما يتعلق في النشاط، أيضا سيكون هو عبارة عن نشاط اقتصادي من خلال المشاركة الفاعلة لسيدات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى عدد آخر من المشاركين من خلال عرض المنتجات والمصنوعات اليدوية وغيرها من المنتجات التي ستشارك في هذا المهرجان. إذن نتحدث عن مهرجان متكامل سواء كان فنيا غنائيا أو ثقافيا أو حتى اقتصاديا، يعني إذن نتحدث عن مهرجان متكامل سيحظى به الأردنيين خلال 10 أيام متتالية تبدأ من هذه الليلة وحتى نهايته التي حددت من قبل القائمين على هذا المهرجان. يمكن أن نشير أن المواطنين بدأوا يتوافدون أيضا إلى هذا المهرجان لحضور الافتتاح. أسامة بليبلي شكرا جزيلا لك، مراسلنا كنت معنا من الإفحيص.